مرحبا بكم، اسمي جينيفر جراود، انا امريكيه من مدينه بوسطن في امريكا، وانا عزيزه لي المغاربه وعزيزه لي المغرب والثقافه ديال المغرب والموسيقى وكل شيء. انا لقيت شي موسيقى ديال العربيه في يوتيوب، وانا طلعت عند فيروز وام كلثوم واسمهان، وبديت كندير ريسيرش عليهم وكنسند بزاف، وشريت واحد العود ولقيت واحد الاستاذ في مونتريال وهو علمني شويه ديال العود، ومن بعد انا حاولت نغني وبديت نقرا شويه العربيه وحبيتها من ديك الساعة. ما بين رنين الكاس ورنية الألحان. في 2010 أنا مشيت لـ Arab Music Retreat ديال سيمون شاهين وحد مول العود، وقريت تما مع واحد مغنية لبنانية سابل ريما خشيش. هي قالت لي خاصك تمشي تحولي في Arabs Got Talent، اما ما عمرني سمعت هذا البرنامج، ولكن انا قلت علاش لا، الوغ مشيت ودوزت داك الشيء وكان زوين، ما عمرني فكرت غادي يطلعني بحال هكا مع الشهرة بالزربة، ولكن في واحد النهار الناس بداو كيعرفوني، والحمد لله من بعد انا كانوا كيعيطوا لي في السبيكتاكل المهرجانات في قطر ودبي وكويت تونس، نمشيت بزاف البلاد في الدور العربية وضروري المغرب حتى هي. حبيت المغرب بزاف وعيشت تما 4 سنين، وعزيزة لي الثقافة، عزيزة لي بزاف الحوايج، بحال الحوايج نيت الستيل ديال المغاربة، جلابة تقشيطة والبلغة كل شيء عندهم ما شاء الله تبارك الله، أحسن ستيل في العالم وقيلة، وعاوتاني الماكلة عندهم المعجزة ديال الماكلة، بحال الشباكية وصفوف وداكشي اللي عزيزة ليا بزاف هي اللحم بالبرقوق الطاجين وكل شيء. إناس 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 ما يريخ ما يريخ وما يريخ بس يخزمن. رسالتي على النساء مغربيات والعيالات في العالم كاملة، أنا بغيت نقول لكم ما توقفوش على الحلم ديالكم، والعالم كيكون صعب شوية بعض المرات على العيالات، وما تخسكمش تخليو شي واحد ينزلوك لتحت، هي ضروري غادي يحاولوا الناس، ولكن ما تحبسوش، ما نقدروش نبدل مثلا العالم كاملة، خاصنا نبداو من راسنا، وانتم قويات بزاف، وانا احترمكم كاملين بزاف. انا عندي منيال هذا سر ما اعرف حد، خايف من الحزن اسمها ما نقول لحد، اسمع السارية انا لا سؤال، اسمع السارية انا لا سؤال، انت